أمس وصلت الدفعة الأولى وهم يتواجدون في مستشفى شنايدر بالقرب من تل أبيب لتقديم العناية الصحية والطبية لهم. وأيضا السلطات الإسرائيلية منعت الأسيرات الإسرائيليات ممن تم إطلاق سراحهن من الإدلاء بأي تصريحات إلى وسائل الإعلام خشية تكرار السيناريو الذي حدث مع السيدة الإسرائيلية التي أطلقت حركة حماس سراحها في الأسابيع الأولى من هذا العدوان، والتي خرجت حينها إلى وسائل الإعلام وتحدثت عن المعاملة الحسنة التي تلقتها خلال فترة احتجازها في داخل قطاع غزة. وتلك التصريحات حينها أثارت زوبعة من الغضب في إسرائيل جراء تلك التصريحات، حتى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت عن أن السلطات في إسرائيل أقالت مدير المستشفى التي خرجت منه تلك الأسيرة وأدت بتلك التصريحات. وبالتالي هناك الآن رقابة كبيرة من قبل السلطات الإسرائيلية على الأسيرات الإسرائيليات ممن تم إطلاق سراحهن بعدم الإدلاء بأي تصريحات قد ربما تضر الرواية الإسرائيلية التي تحاول قدر الإمكان أن تشوه صورة قطاع غزة من جهة، وتقول بأن هناك معاملة سيئة للأسرى والأسيرات الإسرائيليين في داخل القطاع، وبالتالي هي تحاول قدر الإمكان أن تمنع أي تصريحات قد ربما تخالف ما تم ترويجه خلال الفترة الماضية من قبل السلطات الإسرائيلية حول قطاع غزة وحول وضع الأسرى والأسيرات في داخل القطاع.